السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض حاجة جميلة جدا. كوبايلوت موجود جوه الريفت. على سبيل المثال انت مثلا عايز تعمل دايمنشن معين، فبتبدأ تكتب كأنك بتكتب لشات جي بي تي انا عايز كذا، بس النتيجة مش ان هو هيديك مجرد تكست او يرد عليك، لا ده هيعملها لك، هيعملك التاسك تختارها، يبدأ ان هو ينفذها. تمام، يعني انت مثلا هتفتح الريفت او تفتح الاوتوكاد او تفتح اي برنامج، تقول له انا عايز ارسم مثلا حيطه طولها كذا بارتفاع كذا، يبدا ان هو يعملها لك. تقول له ارسم لي دايمنشن بين كل حاجه، فيبدا ان هو يعملها لك. طب ابدا حط لي الروم تاج، تمام، في الغرف اللي في الدور الثالث او في كل الادوار، يبدا ان هو يعملها لك. تمام، اللي كان بيسأل على مستقبل الذكاء الاصطناعي اهوت بالذكاء الاصطناعي، تقدر تقول له اعمل لي دايمنشن بين كل الحوائط والابواب اللي موجودة في المشروع كله مرة واحدة. طبعا حتى الان ده بلجن، لكن المستقبل ان هو يبقى جزء لا يتجزأ من البرامج. موجودين حتى الراينو، موجود الريفت والجراس هوبر، وبرامج كتير جدا تقدر ان انت تطبق فيها الفكرة ديت.